الطلاق داخل المجتمع المغربي تعود إلى عدة أسباب. أولا الجانب المادي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والجانب الأخلاقي. أثناء كما قلت أثناء مثلا دخول ارتباط طرفين أو دخول طرفين المؤسسة الزوجية تطرح عدة مشاكل، خاصة إذا كان الزوج يتحمل لوحده المسؤولية في هذه الحالة، فإنه في نهاية المطاف عندما يصطدم يصبح ظهره على الحائط فإنه يصبح عاجزا تماما عن الاستمرار في تحمل تلك المسؤولية، وبالتالي يبدو له الحل الأسهل أو الطريق المسلك الوحيد هو اللجوء إلى الطلاق، رغم أن اللجوء إلى الطلاق تترتب عليه أو تنتج عنه عدة مشاكل كما قلت سابقا، هو التشرد تشرد الأطفال والانفصال بين الطرفين وعدم تمسك بالتالي الأسرة المغربية وما يؤدي إلى ذلك إلى تفكك المجتمع ككل. ديال الطلاق كترجع أولا لأسباب مادية، حيتاش أن الأسر ما بقاش كتلقى واحد الراحة مادية باش أنها تستمر، بالتالي كيجعل أن أهم سبب كيكون هو المسائل المادية. زيد عليها أن المسائل كيكون مسائل ديال التوافقات بين الطرف ديال الزوجين، وكما كنشوفوا في المغرب يعني كيكون واحد يعني ما كيكونش واحد الاتفاق أولي ما بين الطرفين باش أنهم يبنيوا واحد الحياة اللي فيها حياة زوجية مستمرة، وبالتالي كيوقعوا واحد الخلافات اللي كتطغى على الطرفين وبالتالي كيلجؤوا للطلاق. وكما قلت انه الاسباب الماديه واسباب ديال التوافقات اللي كتكون قبل الزواج هي اللي كتاثر بشكل كبير على نسب الطلاق بالمغرب. نظن كاين بزاف ديال العوامل على سكر الطلاق، كاين عوامل اقتصاديه، عوامل اجتماعيه، عوامل لان الزواج دابا ولا متطلباته كثيره. و تيبانوا لي انا في نظري الخاص، يعني الناس ملي تيتزوجوا ما تعرفوش شنو هو الزواج. الزواج هو واحد الرباط مقدس، وخاص هذوك الزوجين الذكر والانثى ولا الولد والبنت خصهم يكونوا بعدا ناضجين وعارفين شنو القيمه ديال الزواج. اللي تيخلي هذا الشيء ما تيوقعش هو تيوقعوا في شي حوايج اللي ما تيكون عارفين عليها والو، هما تيصحبوا الزواج راه هي لعبه صافي، تزوج مراه والجنس وصافي هذا هو الزواج. الزواج مسؤوليه، الزواج صبر، الزواج درايه، الزواج فيه المعقول، فيه بزاف ديال الحوايج. هذا هو اللي تيخلي الناس كاين حتى واحد القضيه الملل تيملوا من بعضياتهم، لان لا ماجوريتي ديال هاد الشباب والله اعلم تيتصاحبوا بزاف، تيكونوا صداقات وتيصحب راسو هو تيتزوج راه غيبقى في نفس الوتيره، يضحك مع هادي، يهضر مع هادي، يلعب مع هادي، ونسيت سويتو. داك الشيء ما يمكنش، لان الزواج راه تيولي عنده واحد المسؤوليه خاصه، راه خص الانسان تيولي تيشوف بعيد، خصو يدير، خصو استقرار، خصو بيت، خصو عمل، خصو وما تيقدروش على المسؤوليه. هذا هو اللي تيخلي كاين اسباب عديده، منها اسباب ذاتيه، نفسيه، اجتماعيه، اقتصاديه. فحقا الظاهره الاجتماعيه يعني كثرت بزاف في المغرب، وربما انا تنشوف من الجهه السيكولوجيه ان كاين واحد المشاكل ديال التواصل بين الزوج وزوجته، خصوصا اللي كوبل ديال دابا تتلقاهم ما عندهمش هذيك المهارات الحياتيه باش كيفاش يجيريو لا فامي ديالهم، كيفاش يبني واحد الحياه اسريه سعيده، وخصوصا الا كانوا مقبلين على وليدات، كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ان شاء الله اللي غيتزادوا لهم، وكيفاش انهم يبنيوا لهم واحد المستقبل. وخصوصا حنا تنشوفوا بان دور الاسره هو دور التنشئه الاجتماعيه والتربيه الصالحه، فالوالدين الا كانوا مزيانين اكيد تعطينا واحد الذريه صالحه، وهاد الذريه هما تنقولوا رجال ونساء الغد، وهذا مشروع ديال المجتمع. بالنسبه لك كنهضروا اولا على الاسره، تنهضروا على واحد الرباط يعني مجتمعي في حتى واحد الشق ديني بين واحد جوج الافراد، اللي واحد الذكر وواحد الانثى اللي تيتفاهموا بيناتهم. وبالنسبه يعني لاسباب الطلاق غالبا يعني على ما اظن كترجع لما هو مادي، او حيت الى غير كنعرفوا مثلا من 2020 راه بالنسبه للجائحه راه خلات واحد الاثر كبير على الاسر، شحال من الاسر يعني شحال من الاسر توقفات وتوقفات يعني وصلوا للمحكمه ديال الاسره صافي
يعني وقفت ديك المؤسسه يعني المجتمعيه. اسباب اخرى يعني يمكن نقول لك انه التفاهم، مثلا الاسره، مثلا المراه كتلقاها خدامه والراجل كتلقاها خدام، يعني ما تيكونش واحد، يعني خص المراه تكون في الدار والراجل هو اللي يتكلف بالمسائل ديال التسيير والمسائل الماديه باش المراه هي تبقى في الدار وتقابل الدار، حيت ما يمكنش انهم بجوج يخرجوا، شكون اللي غيقابل الدار؟ يعني هادشي اللي تيبان ليا، خص يكون واحد التفاهم، كل واحد بدوره، واحد على برا واحد ديال الداخل، ماشي يكون واحد الانسجام بيناتهم وما يوصلوش للطلاق غالبا. داكشي اللي تيبان ليا انه هما الاسباب ديال الطلاق. واذا حاول ان نقارن بين الزواج في فترات في العصور الماضيه وتزوج في الوقت الحالي وقت الراهن، فان نجد عده اسباب وراء، نجد عده فوارق شاسعه. فالزواج في العلاقه الزوجيه بين الطرفين في الفتره الماضي كان يسيدها كان يطبعها نوع من الاحترام المتبادل بين الزوجين، وبالتالي العامل الذي هو يشكل العمود الفقري هو ان الزوج وان الزوج كان لوحده يتحمل المسؤوليه، وكان يسهر على 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 تسيير امور بيته دون ان تتدخل زوجها، رغم ان ولو كان الزوج على غير صواب، فان الزوجه لا تكون غير قادره على ملاحظه او تصحيح الوضع. بخلاف حاليا وهذا هو الذي جعل العلاقه الزوجيه تستمر. امهاتنا مثلا اللي تزوجوا في هذيك الفتره كان نوع من الاحترام، نوع من الخوف وعدم ابداء الراي وعدم النقد او تصحيح الوضع الى غير ذلك. حاليا العلاقه الزوجيه تكون الزوجه تنظر الى مسؤوليتها متساويه مع الرجل، ولو لم تكن ولو ليست موظفه، فان تحاول ان 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 ان, أن, أن تعاقب على الرجل، ان تنتقده، أن تطالبه بتوفير شروط الحياة الكريمة إلى غير ذلك. وهذا هو الذي عندما يجد الزوج نفسه عاجزا عن تلبية هذه المطالب فإنه يلجأ إلى الطلاق، يبدو له أنه هو الحل الوحيد والأوحد. لما وفرش تزوج أصلا، وتمن الناحية وتمن ناحية يعني العنصر النسوي، ما بقاش الصبر. لا ماشي الله يهدي، ما بقاش الصبر، كل شيء بغات الرجل الواجد. فين غنلقاو حنا هذا الرجل الواجد؟ كلشي بغى يترجع واجد، باغا يكون عنده طوموبيله وعنده ابارتومون، عنده منين بغى ينزل من السماء. هو راه كاينين كفاءات، كاين اللي عنده دي ديبلوم ما خدامش، ماذا يجيب لي هو هذا الابارتومون؟ ما كاينش الصبر، كلشي بغى الرجل الواجد. ما تيبغي الرجل الواجد ديال راه كاينين، هو الا بغات شي شيباني بحالي شي 60 عام ولا 70 عام تزوج، يكون واصل، عنده دار وعنده كلشي، هادشي اللي كاين. اما الا بغى ما تقدرش تصبر مع شاب بحالك انت في نفس المستوى، لا المادي ولا المستوى الثقافي، ولا تيبغيو الواجد. الواجد صعيب، كاينين متفق معاك. علاش؟ لان دابا كاينين عاوتاني العيالات اللي تسموا الميمات ولا تيتزوجوا بدراري صغار منهم، اما تيكونوا مطلقات، اما تيكونوا مزوجات ومات لهم الزوج ديالهم، اما كاينين هو بالنسبه لي واجده، ولكن بالنسبه على الزواج راه ماشي هو الماده بوحديته. راه تقدر تكون واجده، راه تخرج ما عرفتش شنو يكون عندها طوموبيل وتكون عندها طياره، ما عرفتش شكون عندها، ولكن لما كانش عندها حوايج اخرين، راه ماشي الماده هي اساس الزواج. لو كانت الماده اساس الزواج، كون راه حتى واحد ضعيف ولا فقير ما يتزوج. والرسول عليه الصلاه والسلام راه قال لك راه من يستطيعكم الباء فليتزوج. راه خصك غير يكون بعدا عندك النية ديال الزواج، يكون عندك العقل ديال الزواج، يكون عندك المفهوم ديال الزواج. الزواج راه ماشي شي كلمة اللي بسيطة، تزوج والله يعني.